في الفيديو هتتعلم افضل 3 مهارات للطفل الاعجوبة والاسطورة قرات الحسيني. والمهارات دي مش بس للاطفال، ده كمان للمبتدئين والمحترفين. لعيبة زي صلاح وميسي وكريستيانو ونيمار وغيرهم بيستخدموا المهارات دي في المباريات. المهارة الاولى وهي في كات، وبيكون بالشكل ده. تاني اللقطة دي ياو بوم. لا اكشن الطفل في الاخر، يعني مش عارف اقول ايه. الخطوة الأولى هتبدأ تحرك كرة للأمام بالطريقة دي لو الكرة كانت واقفة، وفي الخطوة دي بتخلي الخصم يعتقد إنك هتروح في الاتجاه ده. الخطوة الثانية هتثبت الكرة بباطن القدم. الخطوة الثالثة هتعمل حرف V بالكرة عن طريق إنك هتسحب الكرة بباطن القدم وتحركها للأمام بالجزء الداخلي من القدم. ولو الخصم كرر الحركة وتحرك معاك، اعملها كمان مرة الناحية الثانية. التدريب على المهارة، هتبدأ تجيب قمع أو أي حاجة بحيث تكون حاجز وتبدأ تعمل حرف الفي بالكورة بالطريقة دي. مهم جدا إنك تقنها بالقدم القوية والقدم الضعيفة والقدمين مع بعض عشان تقدر تتعامل مع المواقف المختلفة اللي هتتعرض لها. المهارة الثانية وهي alternative في كات، وبتكون بالشكل ده. والفرق بين مهارة الالترناتيف في كات والفي كات، الفي كات بتسحب الكرة بالقدم اللي انت هتعمل بيها حرف الفي، الالترناتيف في كات بتسحب الكرة بعكس القدم اللي انت هتعمل بيها حرف الفي. الخطوة الأولى هتبدأ تحرك الكرة بالطريقة دي لو كانت ثابتة، وبعد كده هتعمل حرف الفي عن طريق انك هتسحب الكرة بباطن القدم الضعيفة وتحركها في الاتجاه الثاني بجانب القدم القوية. والمهارة دي من المهارات اللي تقدر تستخدمها كمهارة رد فعل زي مهارة الكروكيتا، واتكلمت عنها بالتفصيل في فيديو تعلم كيفية اللعب مثل مو صلاح، الرابط في وصف الفيديو. المهارة الثالثة وهي ذا دراج باك، وبتكون بالشكل ده. والمهارة دي فكرتها انك بتغير اتجاهك وبتستخدم اكتر عند الخط، ومهمة جدا للاعب الجناح. الخطوة الأولى هتبدأ تحرك الكورة بالشكل ده لو الكورة كانت ثابتة، الخطوة الثانية هتحط قدمك القوية فوق الكورة بالشكل ده وتعمل جامب لقدام، الخطوة الثالثة هترجع الكورة للخلف وتغير اتجاهك بسرعة. ولو عايز تخضع الخصم أكتر اعملها مرتين ورا بعض. ولو عايز تخضع أكتر وأكتر اجمع المهارة دي مع مهارة الفي كات الأولى وهتشوف حاجة عظمة. وقبل ما نشوف الاشكال المختلفه للمهاره الجميله دي، فاصل سريعا ونواصل. لو حابب تتدرب معايا خاص سواء فردي او مجموعه لتعليم اساسيات ومهارات كره القدم من البدايه الى الاحتراف بطرق واساليب حديثه تساعدك على فهم واتقان الاساسيات والمهارات بسهوله، او انت ولي امر وعايز ابنك يتعلم الاساسيات والمهارات صح، بجانب تمارين لزياده العامل البدني مثل سرعه الاقدام وسرعه الجري وغيرهم، وجانب العامل العقلي او الذهني مثل التحفيز الذاتي والثقه بالنفس، وجانب ذكاء اللعبه مثل الوعي بالمخاطر والوعي المكاني. تقدر تكلمنا على الرقم ده، فالحق احجز مكانك عشان العدد محدود جدا. تعالوا بقى نشوف الاشكال المختلفه للمهاره. لو عايزني بقى اعمل فيديو عن مهارات اكتر لقرات الحسيني ومهارات الاطفال، او اعمل فيديو عن التدريبات اللي بتدربها قرات الحسيني وازاي قدر يوصل للمستوى ده في السن الصغير ده، عرفني تحت في التعليقات. ولو حابب تدعم القناه ماديا فهتلاقي رابط البيبال في وصف الفيديو.
وتقدر تتفرج على سلسله تعليم مهارات كره القدم من هنا وسلسله اللياقه البدنيه من هنا. ولو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير على السوشيال ميديا عشان الكل يستفاد. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. كان معكم عمر شلتوت واشوفك في فيديو جديد كل يوم سبت الساعه 8 مساء بتوقيت مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.